قال محافظ شمال سيناء خالد مجاور إن مستشفى العريش العام استقبل منذ أحداث غزة أكثر من 700 من المرضى والجرحى الفلسطينيين. جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المرضى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام، حيث وجه بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم والعمل على راحتهم. في أول زيارة بعد توليه منصبه، تفقد محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور مستشفى العريش العام للاطمئنان على الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج. يعني في توجيه من القيادة السياسية على العمل على محورين: الاقتصاد وموضوع كل ما يخص موضوع غزة، سواء مساعدات سواء مصابين. فحقيقة ده جزء مهم جدا من عملي في بداية تواجدي يعني محافظا لشمال سيناء. فأنا جيت أطمن على الناس بنفسي وأتأكد من حاجة واحدة بس، إن الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب تقدم للمصابين بالإضافة للخدمات الأخرى. خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى تقدمها المستشفى للأشقاء الفلسطينيين، سواء كانت عمليات جراحية أو علاج الأمراض المزمنة أو إصابات الحروب وغيرها. على مدار الفترة المنقضية يعني من بداية الأحداث حتى الآن، طبعا احنا استقبلنا فوق 700 حالة في مستشفى العريش العام، وتعتبر أكبر مستشفى استقبلت حالات في شمال سيناء. طبعا استقبلنا حالات كبيرة في البداية، وكانت حالات حروب من جراء الأحداث في غزة. يعني أجرينا هنا حوالي 260 عملية جراحية في مستشفى العريش العام في مختلف التخصصات، طبعا في جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية وخلافه، والتجميل أيضا، والحروق اللي كانت بتجينا مع في مصابين من أحداث غزة. جينا هنا بتحويلة من غزة أثناء فترة الحرب، عشان حالة وتين هي ضمور بالمخ سي بي وتشنجات متكررة. فلما خلص ما فيش يعني علاج هناك بغزة بسبب الحرب وتدمير القطاع الصحي، عملنا التحويلة وجينا هنا لمصر. طبعا استقبلونا أحسن استقبال، سواء من البداية، من أول ما فتنا المعبر الجانب المصري، الطاقم الطب الهلال الأحمر أحسن استقبال وتعاطفوا معنا جدا، قدمونا كل المساعدات يعني، والحمد لله جينا هنا على المستشفى. استقبل مستشفى العريش العام منذ أحداث غزة أكثر من 700 من المرضى والجرحى الفلسطينيين، خرجوا جميعا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، باستثناء 8 حالات لا تزال تتلقى العلاج وسط توجيهات القيادة السياسية بتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. إذن هي زيارة تأتي في إطار الدور الكبير الذي تقوم به الدولة من تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الحرب. من مستشفى العريش العام، محمد الخطيب، التلفزيون المصري.